أحسن الله إليكم شيخ. هذا يقول: عندي ماشية ترعى في البر كل عام، أبيع منها وأشتري طلبا للربح، فهل أزكيها زكاة السائمة أو زكاة عروض التجارة؟ إذا كنت تريدها للبقاء والقنية والدر والنسل فإنك تزكيها زكاة السائمة إذا رعت الحول أو أكثر الحول وبلغت النصاب. أما إذا كنت تريدها للتجارة والبيع والشراء فهذه عروض تجارة، تزكيها زكاة العروض. نعم.